السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ورجعنا لكم تاني مع الفقرة الرياضية. طبعا احنا بعد ما اتفرجنا على الفيديو احنا كده خلصنا تمرين الظهر، خلصنا برضو مسبقا البايسيبس الترايسيبس، عملنا طبعا الشكل التمارين اللي هي التمارين الخاطئة عملناها بشكل صحيح، خلصنا التمارين كتير جدا عملنا يعني عملناها بشكل كويس. طبعا ان شاء الله باذن الله هنبتدي في الكتف الحلقه القادمه ان شاء الله. طبعا قبل ما ابدا الفقره الخاصه بينا النهارده ان شاء الله، احب اهني يعني تهنئه خاصه لدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لحصوله على لقب افضل اداري في العالم في بطوله العالم في اسبانيا. ودي يا جماعه للاسف الشديد احنا يعني في اهمال شويه بالنسبه للالعاب الفرديه، بالذات البطوله دي احنا ابطالها، احنا بقالنا سنين ابطال البطوله دي، ويعني برضو الاعلام برضو يعني مش مهتم قوي بالبطوله. ان شاء الله هيبقوا معانا للحلقه الجايه ان شاء الله اللي بعديها، لان لازم نهنيهم ولازم برضو نبقى احنا واقفين في ظهرهم ونشجعهم. طبعا برضو احب اهني منتخب مصر للرجال والاساتذه لحصولهم على ميداليات ذهبيه، احب اهني العميد عمرو الحديدي، العميد او العقيد احمد سامي، المقدم محمد نشد لحصولهم على الميداليات الذهبيه. طبعا يا جماعه انا في اسماء جايه كتير جدا، بس عشان وقت البرنامج ان شاء الله هنتكلم برضو بشكل كبير الحلقه ان شاء الله القادمه، وهنقول اساميهم كلهم طبعا، وده شرف كبير لينا يا جماعه والمصر. واحب اهني برضو مدربين كابتن عبد الرحمن شرب، كابتن محمد بوري، كابتن عادل بسيوني، واحب اهني كابتن سعيد عثمان المدير الفني للمنتخب وشيخ المدربين. ومعانا كابتن سعيد عثمان، اهلا كابتن سعيد. اهلا بيك يا ريس، والف الف مليون مبروك يا كوتش. مبروك علينا كلنا. وعايزين نعرف يا كوتش طبعا ايه المعاناه اللي انتوا قابلتوها في البطوله. عايز تعرف عن البطوله يعني؟ المعاناه، لا المعاناه ازاي خدتوا البطوله دي، مع يعني مع ان المنتخب برضه بقاله فتره في صعوبه شويه في موضوع البطولات وكده يعني. ايوه يا سيدي، هقول لك على الموضوع. هو وزير الشباب كان واخد قرار ان هو ايه، يحد من المنشطات، وده شغله يعني. جميع الالعاب بتاخد منشطات. فهو خد قرار ان ما حدش ياخد يسافر بطولات عالميه ولا دوليه الا لما يحلل الاول قبل السفر. تمام. ده قرار يعني على كل الالعاب. تمام. والقرار ده وقف كتيره من البعثات اللي كانت طالعه، لان في لعيبه كتيره ما رضتش تحلل. صحيح. في جميع الالعاب، يعني مثلا ايهاب عبد الرحمن بتاع الرمح بطل العالم. الثاني رقمه 89 متر، ثاني على العالم. لجنة الناتو اللي هي الدوبنج بيحللوا مفاجأة في أي وقت في السنة. أوف سيزون بتتمرن في البيت، ما عندكش بطولات، بيحللوا في أي وقت. فراحوا له الزقازيق، فلما طلبوا تحاليل منه لو امتنع هيتوقف 4 سنين، ولو حلل وكان واخد هيتوقف 2 سنين، ولو حلل ومش واخد يبقى كويس مش هيتوقف خالص. تمام. فهو القرار اللي خده وزير الشباب مع لجنه الناتو دي، نادى مكتب الاستاذ الدكتور اسامه غنيم في وزاره الشباب، بتحلل لجميع الالعاب في مصر عشان البعثات اللي تطلع بعثات نظيفه. تمام. فتقريبا اتوقفنا يعني، احنا ما حدش حلل مننا، لكن ما حدش راضي يحلل في الالعاب كلها. فما رحناش بطوله عالم 4 سنين. كمان في حاجه، ان اوروبا لقت ان مصر دايما تاخد كاس العالم كاس العالم كاس العالم 13 سنه ورا بعض. فهو السفاره بتاعت اللي في مصر هنا بتاعت اسبانيا بتتعمل فيها البطوله كل سنه، ما رضوش يدوا للبعثة المصرية الفيزا، فده برضو كان عائق من ضمن العوائق اللي ما رحناش.
طب ده برضو يا كابتن سعيد يعني يودينا الحته اللي احنا بقالنا 4 سنين ما بنلعبش، واول ما يعني دخلنا على البطوله السنه دي الحمد لله خدنا ميداليات كتير قوي، يعني ده برضو يدل ان احنا عندنا برضو ما عزيمه. هو احنا كمصريين يا فندم لينا امجاد ولينا تاريخ، يعني من سنة 52 عندنا تاريخ في هذه اللعبة. كمال الأجسام عندك محمد ناصر 52 خد أول عالم، تمام 54 الدكتور توني تمام بولي، 63 و64 عبد الحميد الجندي، تمام 79 محمد مكاوي. لينا تاريخ على مدى 20 سنة و30 سنة كمان. عامة يا كابتن سعيد احنا طبعا لازم يبقى مش حلقة واحدة مع حضرتك، لازم يبقى حلقتين، وان شاء الله بإذن الله تبقى معانا الحلقة اللي جاية او اللي بعديها بإذن الله. والف شكر يا كابتن، والف الف مليون مبروك. شكرا يا كابتن. النهاردة معانا ضيف جديد وتحدي جديد، وهنتكلم في مواضيع مهمة جدا. معانا كابتن غادة مجدي، اهلا بك كابتن غاده، اهلا بحضرتك. مدربه فيتنس وزومبا وايروبكس. تمام كابتن غادة، غاده استاذنك، يعني ممكن تقولي للمشاهد برضو تمام. انت يعني عرفي المشاهد بنفسك وكده. انا كابتن غادة مجدي، بشتغل حاليا في كلية تربية رياضية بنين بالهرم، جامعة حلوان، برعاية الدكتور استاذ دكتور وليد مرسي الصغير، وبشكره جدا بصراحة، وقف جنبي وكان يعني بيساعدني جدا ان احنا ننهض بالجيم وبالكلية بطريق يعني بشكل عام. هو وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. واحب اشكر برضو الاستاذ دكتور اشرف نبيه، مدير الجيم، مدير المركز، على برضو مساعدته ليا، ومتشكرة جدا ليهم. وحاليا بشتغل برضو في نادي الصيد في الدقي، وبحب اشكر الكابتن شادية واللواء احمد نصر، متشكرة جدا ليهم. طيب انا طبعا شفت السيره الذاتيه بتاعت حضرتك كوتش، تمام. لقيت زومبا. ناس كتير ما تعرفش يعني ايه زومبا، ايوه. عاوزين نعرف يعني ايه زومبا. الزومبا هي نشأتها اصلا كانت في كولومبيا، كانت 1990. هي بتساعد على انقاص الوزن وبتحرق سعرات حرارية كتير جدا، غير انها بتغير المود والحاله المزاجيه بشكل عام، وكمان بتساعد على التمثيل الغذائي، وبتمنع ترهل الجلد، وبتقلل من التوتر والاكتئاب كمان. طب احنا عايزين نعرف برضو حاجه مهمه قوي بالنسبه للزومبا، تمام. انواعها يعني في انواع كتير قوي، تمام. مثلا ما مثلا اللي هو الذهبيه والاكوا، تمام، اكوا زومبا، والزومبا اهمها العاديه. ايه؟ اهمها ايه؟ الزومبا العادية اللي احنا بنشتغلها بتحرق سعرات حرارية كتير جدا، من 400 ل 1000 سعر حراري في ساعة في اليوم. طبعا هي يعني بتساعد ناس كتير كمان ان هي تغير المود ويحسنوا الحالة المزاجية بتاعتهم، وبتشد العضلات والترهل بتاع الجلد كمان. طب هل هي مفيدة لكبار السن؟ مفيدة لكبار السن جدا، لان هي بتغير لهم المود تماما، وكمان في اطفال دلوقتي بيلعبوا زومبا. طب ممكن تتلاقي في البيت؟ ممكن ان هي تتلعب في البيت، هم بيشغلوا، بس مجرد ان هم يشغلوا اغنيه بيتحركوا عليها تلقائي، حركات زي الصلصه والسامبا والحاجات دي، هم بس بيعملوا حركات شبه بعضها طبعا بتساعدهم. للاسف الشديد، طبعا كان في النهارده مشكله في الوقت تمام. للاسف الشديد. باذن الله لازم تبقى معانا. طبعا احنا في اسئله كتير جدا كنا محضرينها، باذن الله يعني لازم اللي احنا نتكلم فيها، ان شاء ومهمه الله. للناس، ناس كتير طلبوها يعني. تمام. وانا اسف جدا للعطل اللي حصل النهارده، يعني التاخير والكلام ده. ما فيش اي مشكله. اتشرفت بيكي. اهلا بيك، اتشرفت بيك جدا يا كابتن. الله يخليك. انتظرونا الاسبوع القادم في نفس الميعاد، واوعوا تروحوا في اي حته. مع الف سلامه.